الانتخابات البرلمانية هامة جدا، ولازم لما تختار تختار صح. اختار اللي يمثلك ويكون صوتك الحر. اختار ابن البلد. سعد بغدادي رمز التمساح. مين هو سعد بغدادي؟ سعد بغدادي حاصل على بكالوريوس تجارة سنة 1986 جامعة الزقازيق. بدأ حياته الوظيفية في وزارة الشباب والرياضة. ساهم في إنشاء قرية الشروق وعين أول رئيس ليها، وساهم في إنشاء قرية الملاك وأثبت كفاته واجتهاده، ثم عين رئيس لقرية المعزام وأصبح محل الثقة والاختيار الأول لإنجاح أي منظومة إدارية جديدة. عين سكرتير عام ثم نائبا لمركز ومدينة التل الكبير على مدار 8 سنوات. تولى رئاسة مركز ومدينة التل الكبير، وعلشان اجتهاده وكفاءته وفكره الجديد عين وزير الحكم المحلي رئيسا لحي غرب المنصورة ليكون سفيرا جديدا للإسماعيلية خارج المحافظة. ورغم انشغاله بالعمل التنفيذي ما نسيش دور المجتمعي والشعبي في حل مشاكل المواطنين العامة والخاصة، ومن هنا طلبوا أهل دايرته بالترشح في انتخابات مجلس النواب لاستكمال مسيرة العطاء في خدمة جميع المواطنين وممارسة مهامه النيابية والتشريعية بكل أمانة كعدته دائما. سعد بغدادي رمز التمساح رقم 16، مرشح مستقل بالدائرة الثالثة بمحافظة الإسماعيلية لمجلس النواب 2020، عن مركز التل الكبير، القصاصين، أبو سوير، فايد. سعد بغدادي رمز التمساح، اختيارك الصح.